أمس سمعنا الشاعر ثابت عوض اليهري بصفحة الأخ الشاعر عبد القوي المفلحي، ذكرنا بقصائد الشاعر العملاق أبو صخر النديش. إلقاء الشيخ علي عبد الله السحيقي فليتفضل، وتحياتنا له من صميم القلب. يا النديش يلا اليوم يا من شي عظام العجنة، كل كائن يكون ضمرك إذا قلت له كون، حسبي الله حسبي ما على الناس ركنه، من توسل بغير الله زنديق ملعون، طارش الخط شل الخط جاهز بلحنه سلمه بالعوض عبر الفضاء في سبابون، رشرش العطر من حوله وحيه وهنه لما أصبح عميد الشعر بعد ابن خلدون، واهد له من بناء صافي عسل وسط جبنه، والفواكه مشكل حطها وسط كرتون، قل له الخط من شاعر بعيد انت منه بعد موسى النبي يا ذيب عن جهل دارون، خبر المولاي كنا على الناس كنا يحسبونه ملك بالشعر مغرور مفتون، لو سمح يدخل الملعب ونختار رجله شرط أن يطرح المنصب لابو صخر عربون، والنهاية نشوف من خيب الله ظنه أو تطلع من الساحة مسيكين مقبول، واللي ثابت عوض لو طالب الشعر دلنه بكسره وابتره واطحن عظامه بطاحون، لو كبر أو ثخن حجمه أنا أعرف وزنه، وزه اليوم عندي وزن ريشة وبالون، لو دعا بن عوض شيطان شعره وجنه ايش ينفع لك هامان قدام فرعون، لو جنن وارسقط او هز راسه ودقنه مستحيل اتركه يشطح، ولي سيف مسنون برغمه يرفع الرايح على سوء حصنه، غصب ولا رضا وبندق الصيد مشحون، وانطرح بندقه وقال يا قوم هدنه، قلت له ضم وادخل صف 20 مليون، صف واحد موحد حول منهج وسنه منهج العدل صان الارض والعرض مصيون، ونتمنع وجاب افكار سوداء وعفنه، عندي اقوى علاج بغسل دماغه بصابون، وانزع افكار شيوعيه تلبث بذهنه من زمان الشمون، ومدرسه بن حسينون قال بداع نفسي بالوطن مطمئنه، وامتياض العوض قل لي علي شد محزون، هل ثبت الامل او عاد من قلب شهنه للفيات الذي قد صار من غير طبلون، انت هالجيد والاسبيت زلجن بصحنه والعجين للسمك واصبع على الخط مركون، والقطار السريع الخير واقف بكبنه، والدريوان سواق الذكي يفهم الرون، انت يا بن عوض لا عاد بالعب الفطنه، خلاها تنبعك لا يوم طاعم ومطعون، بطل الشعوذه قصدك انا فاهم انه ربع قولك عسل وثلاث ارباع افيون، يكفي الطعن يا ثابت الظهر القطنه، بس البس شايف من يدك وخليك من دون، هاد سي يا عوض مبني على الف لبنه مثل ما سد مارب او كما بس تيئون، ما اظنك تهز الهيج او تلمس ادري، وقلت العين لا على حاج بنون، لا هنا والجواب يا ثابت اثبت بوزنه بالرناصع، وخلى الدخن بالدار مخزون، واسمع اللغز بكره بين الاحجار مرنه يوم بين الاحجار مرنه، ومن خلدت وهي بالحبس والقيد مضمون، من حبسها سلم من كل بلوى وفتنه، ومن تركها قصور في حبسها صار مرهون، وصلت بلغ المختار ما هلمزنه بوضع سنته للناس منهج وقانون. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. هذا القصيده من كلمات الشاعر العملاق نبيل النديش، إلقاء الشيخ علي عبد الله السحيقي، تحياتنا له. وأرسلنا هذا القصيد ومارس، بس أنا شفته لم زعل من حق الصنبحي على بيت الهرد، قلت عاد عيرد على هذا ذي قال بكسر وابتله، بعدين ما جوب شي عليها ووصلناها له لا وسط البيت، عدينا عقبنا له من القصيدة الثانية أداها النديش. إيش قال؟ قال يلا يا من الأمر لك من نورك تهب لي قبس، قبل الخط ما يشتبك وإن العبر يضرب تماس، يا رافع طباب السماء وجنودك عليها حرس، واتبعت الشهب للذي من علمك يريد التماس، ما غيرك احاط المياه ثلث ارباعها يبس، ربع الارض فيها البشر برعى ناس من بعد ناس، ثم الحمد والشكر لك من راوي رواء انس، واثني حمد من داخلي تنطق به جميع الحواس، الليله حبط رشعتها والهاجس بعقلي هجس، والصمصام في قبضتي عاد صار ملح حد قاس، وصخر المعنى يقول باحط اصبعي بالمقص واعذر من نسق لنسق وتمركز بخط التماس، من علي ادرس الخارطه واعرف عين ثابت جلس، وان شفت امامي ظهر ما يلقى من ايدي مناص، للرامي يقولوا ثلاث القناص لي ما درس، اما انا على الثاني شلوا نعش ثابت خلاص، لانه محترم موقفي او قدر شعوري وحس، بقول الله المستعان ليش النصب والاختلاس، اقربت المولع تتم له نكهه ترد النفس
هيا في ساعته واعتبر قرضي له مرق بالطياس. يا ريتك جملني ولا شم ولا عطس ولا غير اسم علم من ثابت الى ابو نواس. حتى الان يا مرسلي بكره لا سافر غلط واسال عن ترزق يهب الشاعر عميد الاساس. ثاني بدع لا سلمه فوق البر حط العدس ان رد القدح بالقدح ولا بان وفي رصاص. هذا الباب شرح قبل والثاني دوي الجرس وسط الراس من دوشته احرمني لذيذ النعاس. كل ما جيت بهدئ في لحظه يزيد الهوس وقلت الامور انتهت قالوا زاد ثابت شكاس. ايش المشكله بعد ما غنينا وثابت رقص في حفله المكلا حضر قبل ظهر يده وباس. اكرمناه لكن اسف مسرع بالضيافه بحس بدل معدنه من صافي ذهب لا نحاس. اسطب لا تشكل خطر يا بابور وقف ورس لا تدخل على من حدا ضيق ومسالك حواس. كم لي كم وانا احد لك لا تهلس مع من هلس ترجع بالنهايه تقول مثل السامري لا مساس. ترجع بالنهايه تقول مثل السامري لا مساس. يكفي ما صدر والخطر في بحر العروبه غطس. عمر مدفعك واضرب عمر مدفعك واضربه لن تصب قاسي وراس. في بغداد يحفى الوداد والخط العريض انطمس والنخل احترق والشفق اسود من لون عاس. يا قهري يا بعضي كيف القرداب العوام يهوى بنت مهر الفرس. بعد الشمس بعد السماء والمطلوب سعر المراس. اكبر عار عند العرب لو بيده لمسها لمس اما ذا تقعرها طعنها بخنجر وفاس عذبها وبهدل بها قدام العرب والعرب اصبوها من المر كاس. باعوها بسعر القليل يا ثابت وسعر البلس سعر التبن في خشته ما له بالمزايا قياس. يا قهري ويا باطلي شل التمر ذي ما غرس وتمتع بخير البلد من خرب دياري وداس. واختمها ذكر النبي طه ما هو الصبح نس ما هبت رياح الشتاء من فوق الجبال الرواس. والسلام عليكم. اللهم صل وسلم على رسول الله. القصيدة الثانية للشاعر نبيل النديش. تحياتنا للشاعر العملاق نبيل النديش وتحياتنا للشيخ علي عبد الله الصحيقي القاء ممتاز يا شيخ علي عبد الله الصحيقي. تحياتنا لكل متابعين قناة وادي بنا. وصلوا هذا الكلام للشاعر الأسطورة ثابت عوض عليها.